السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح نسبين مهمين جدا. النسبات دي بتطلع لي الإحداثيات للنقط وبتكتبها لي على الشكل، تمام. النسب دوت نسب اسمه اكس واي، واحد اسمه اكس واي زد. الاتنين زي بعض، واحد بيجيب لي إحداثي اكس واي بس، والتاني بيجيب اكس واي وزد، تمام. طبعا أنا لو شغال في بلان يعني ما عنديش حاجة واخدة احداثي في الزد، فما لهوش لازمه الايه النسبه التانيه ده، هيكتب لي قصاد الزد صفر، تمام. هنجرب النسبين كده. هناخد مثلا النسب بتاع اكس واي ونفتح الفايل بتاعنا ونسيبه يتحمل، هيقول لي سكسسفول لودد، تمام. النسب اسمه اكس واي، هحط له اكس واي انتر، هقول لي سبيسيفاي بيك الكوردينيشن بوينت، اختار النقطه. طبعا هو النسب ده اول ما بيتحمل بيقفل لي الاوبجكتس كلها، هفعلهم تاني، تمام. وحاجة اختار النقطة دي، هيبدأ يقول لي الحاجة التانية التكست لوكيشن، اديني النقطة اللي انا احط لك عندها التكست، هقول له مثلا حط لي التكست جنبي هنا، هبص ليه كتب لي الاكس بكذا والواي بكذا، تمام. تعال نجرب مع نقطة تانية، طبعا ايه نفس الكلام، هيقفل لي الايه الاوبجكت سناب، اختار النقطة دي واحط التكست جنبها هنا وهكذا. نجرب نقطة كمان، النقطة دي مثلا حط التكست جنبي، تمام. كل النقط اللي انا ايه هختارها هيكتب لي الايه التكست جنبي. تعال نجرب الليزب التاني اكس واي زد، هاخد الليزب كده وهروح على مكان الفايل بتاعي، هقول لود حاجة رايح نختار اكس واي زد، اكس واي زد، هقول له انتر، هقول بيك الكوردينيشن، هفتح بس الاوبجكت سناب عشان اختار النقطه مظبوط، اخترت النقطه دي وعايز احط الاحداثيه دي. طبعا حط لي الايه الاحداثيات اكس واي زد، واداني الزد بصفر، تمام، عشان شغال في البلان. نفس الكلام هنا، سيلكت اول واقول اوكي واختار النقطه دي، وعايز احط التكست هنا نفس الكلام، اداني الاكس والواي والزد، طبعا نفس الاحداثيات، واداني الايه الزد بزيرو، وعايز اكررها كمان مره على النقطه الاخيره، نفس الكلام برضو هنا، حط لي الاحداثيه بتاعتي زي ما احنا شايفين كده، تمام. طبعا ده تكست اقدر اتحكم فيه، اقدر اغير التكست هاي بتاعه، اكبره شويه مثلا، اصغره، تمام، اغير الفونت بتاعه، تمام، اي حاجه اقدر اعملها عليه. بقى تكست عادي خالص اقدر اتحكم فيه زي ما انا عايز، اخلي الجاستيفيكيشن بتاعي زي ما انا عايز، اخليه في النص، اخليه في الجنب كده بوتوم ليفت، يبص لي الارقام دي على الجنب كده ناحيه الشمال، تمام. دول الفيديوهين دول الاثنين ليزب اللي قلنا هنشرحهم ان شاء الله. المره الجايه هشرح ليزب مهم جدا برضو في موضوع الاحداثيات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.